الحمد لله وفي ولكن وفي كان هكا مش ممتع كل الحاجات الممتعة توفى في سيلا. يوسف سحري بحري بليل اختفى من المشهد الإعلامي يظل اختفيتش على بليل مالين مختفيش اما ولكن انا مش خلينا نكمل جملتي مش خاطر عيد ميلادي ما نحكيش به. دونك بعد فتره من التجارب كل بدايه تجربه يكون عنده امل كبير ثم يصير خيبه الامل وما نسمعوش بها عاده. هو ساعات ما يعبرنا على الامل مش البرش مؤسسات هامه كما الحوار كما يفهم وغيره لكن معناتها وغيرهم ومش وحس بخيبه امل وانتهت ثم يبدو انه قرر يبطل وما عادش يدور. كيفاش تحكم على تجربته خيبه الامل؟ هل هو مسؤول عليها ولا سوء اختيار ولا ما عرفش يتصرف؟ حاول تقيمه في دقيقة ومواقفه ولماذا بطل وهل هي انهزامية أم لا ومن بعد باش نحكيو معاه. ولو اني مخول شوية باش نقيم حسب التجربة اللي عندي 12 سنة وانا نخدم مع الأخ في الإعلام فهمني. أنا اللي مصدوم منه اللي نستغرب فيه في يوسف بالحق أنه فما تجارب خطفت باريكزومبل. بالنسبة لي أنا نقول أقوى تجربة صارت له واللي أنا مستغرب إلى يومنا هذا معليش تقصد هي الدوزيام ماتينال في إيافام اللي عملت حاجة رائعة جدا ستيل جديد جو جديد بليل شكرك برشا مرات لي قليل على أحسن واحد دوزيام ماتينال تامبر الحلو بعد جيجي من سوري كيري مرتي تسمع بعد فجأة اختفت. انا كلمته وحكيت انا وياه والسبب إيه غريب. لا المشكله مش فيها في اي فيم كل حصه ناجحه تختفي. السبب غريب. لا اي فيم يحكيه لي كل حصه ناجحه تختفي. هو اي انسان ينجح يختفي. لا نجم نسمي لك خمسه برامج كسروا الدنيا في اي فيم واي فيم عملت مستحيل باش نحيهم. بتتر مش ممكن حكايات اخرى احنا ما نعرفوش في الكواليس بتاعها امورك الحكايات اخرى انت طب لحظه لا تقول لي اصحابي لا شيء مدير مؤسسه مهمتك تخلي الناجح امورك حتى يبداش ينجح مريض نفساني يجيب له طبيب وخليه ليه معناتها رد بالك فما برامج نجحت كي نقولوا ماتينال جعفر كسرت الدنيا كي نقولوا سامي بنور ولا حسن كذا الرفمات كسر الدنيا راسين كاري كسر الدنيا مدام واجهه برشا برامج ولكن ولكن هذه قلت لك اختيارات انت كسرت الدنيا اختيارات الله اعلم هذيك حاجه تخصهم احنا نحكيو نحكي على يوسف بحضور يوسف تجربه ما فهمتش معناها تمنيتها كانت وصلت حتى في راديو اخرى فهمتني واللي نحس يوسف ما نعرفش شنو الاشكاليه خاطر احنا نخدموا في الاذاعات الخاصه والتلفزيون الخاصه تحسوا عامل مزيه على الاعلام لا والله لا بلسكي والله يخدم انا يخدم برشا كيما يقولوا احنا يطيح ويقوم ويتصرف يوجه له النقد راه باش يجيو هل الاشكاليه اي ما نعرفش الاشكاليه ما تجيبش بيوب انت ما تجيبش بيوب برامجك ما تجيبش بيوب بالرغم اللي تعملت برامج تتفرج فيها العباد اللي عملت برامج تسمعها العباد هذه اللي ما فهمتوش ويمكن انت زادت تستسهل اكثر الانستغرام تقول ارتاح لي في الانستغرام او شو فسرتش ما تعمل عامل مزيان نقصد مثلا انا كان يطردوني المؤسسات العالميه نقعد بطل هو عنده خدم اخرى وي دونك يفد من الاعلام يلس طومبي ويمشي بدل يرجع للخدمه الاصليه يمكن ماكش عامل انه رسميا هيك كتولي هذا كش نقصد انا كنقول لك ما تنجمش بتنجح في حتى تجربه باش تعملها لا مش عامل منه رسمي لا نحترم برشا اعمل لي ريكاب وجاوبني معناتها علاش بطلت نعمل لك ريكاب مي حاجه مهمه راه نحترم برشا الخدمه هذه قريت هذه قرايتي معناتها دونك نحترم برشا الاعلام والصحافه شنو قريتها انت شو قريت صحف واضح قريت صحافه دونك نحترم برشا خدمتي ونحترم برشا اللي قريته ونحترم زاد الراديو والميكرو والكاميرا وكل شيء ووقت اللي نبدا في برنامج احترم معناتها مؤسسه القواعد تاع كل شيء مي الحقيقه تحطيت في برشا مواقف نتاع ما الحل الوحيد انه جوموروتير فهمت نوفل في اي فيم علاش بطلت الحصه ولا مثلا اي فيم راهو سي انكومبريونسيبل معناتها تو هكا وفيت الحكايه وخرجت انا جاك تليفون انا كنت في قطر في الكوب دو موند روحت من الكوب دو موند راه كنت مراسل زياده معناتها مع اي فيم دونك روحت من الكوب دو موند في ليله ونهار نسمع انه راسين كاري تنحات من برمجة. من البرمجه دونك سامي بن نور باش يطلع في بقعتي في الوقت هذاك وجاوني انا عطاوني بروبوزيسيون كيت لهنا بالديجيتال قلت لهم راني انا ديجيتال نخدم روحي بالله سامحني جزرك سؤال مثلا انا نتصور كان نجي مثلا الراديو تقول بلال مثلا مش تخليه عليك
نقول له ويجا نقعد اخويا شنو ما اغلطي خلينا نفهم روحي وبعد في لامين في لامين. اما هما هل قعدت معاهم قلت لهم علاش شنو السبب بتبدلني انا علاش قعدت معاهم وفماش وضوح للسبب. فما راهو باش نحيو ايميسيون باش يقعد انيماتور تيبلي سيمي بنور توا في اي راديو اخرى مشى راديو اخرى دونك باش نحيو انيماتور باش طلعوا في بلاستيك والسبب بون سا نا با مارشي الور كو لي زوديونس واضح اللي سا مارشي. الحقيقه كي عبيد راهو خاطيها الاعلام تتحط في 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 بلايص مهمه راهو ما تفهمش معناتها ايميسيون تاع راديو عمره لا مش راهو تعدى باللونتين راهو عمره لا يا معناتها لا شيف كوندكتور ويعرف يقرا كوندكتور في حياته يتحطوا في في بلايص معناتها تاع ديسيزيون راهو لنا وين تصير كوارث فهمت لي سون بي لي با سا بلاص راهو مو لي با سا بلاص كيف تلعب الغلط بس الغلط مي لو فيت دو متر روتيري بعت جمله على الاعلام لانه ما لوشتش اول حاجه كما قال نوف عندي برشا معناتها عندي برشا خدم اخرين وبخلاف هذا اللي وليت لي كاسور معناتها عرفت كيف نلقاها كاسور بالعربي فقدت الامل جمله فالقيطة تفلقيطه وليدي حبيت وليدي هو اللي يكون خطر تفلقيطه نتاع حسيت انه عباد فكت لي حلمتي وكا وانا حلمتي انه يكون عندي ميسيو في الراديو حلمتي اني نكون وراو جدوى ريان ابيرسون راو خدمت تعرفوا انتم الناس الكل اللي خدمت من اللوطة وطلعت بشويه بشويه من في البرود بطلت من الحوار ومن اي اف نورس تتذكر في 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 حوار كنا مع بعضنا كنت البدلي شيل معناتها وبشويه بشويه طلعت وفكيت بلاستي وحدي وحدي اما بعد ما تدخل فيها حاجات اخرى وقت اللي تبدا تخدم في تونسنا والميسيون تاعك ماشي تكلمك تلفزه ما اهم تقول لك راه نحبوا على الميسيون تاعك وتمشي وتنيغوسي وكل شيء ومن بعد لحياتها اللي من تونادي وتسمع باللي سبونسور اللي انت جبتهم تفكتيو في دي ميسيون اخرين دونك ذي الكل انا ما حبيتش نحكي اون لاين اون لارج وكل ما نحكي نقول راني ارتحت من الاعلام فما شكون يسبني في الانستغرام ويقول لي انت شعطيت للاعلام وش عملت وش عملت وش عملت تيرك معادي دونك انا الحقيقه انا في تو في حياتي شيخ معناتها نخدم على روحي لا ماك شيخ لا مش شيخ دون لو سونس ما تنجمش تكون مفلقت وشيخ لقيت حاجه عندك ساتيسفاكسيون في الخدمه اللي تخدم فيها تو برافو ولكن فرستري شويه اكيد لا فرستري معناتها كان جيت في بلاصتك راني نفس الشيء فرستري فرستري وباش باش باش نرجع معناتها ما هذه راحه فمتاع وقت لازم ناخذ وقت لازم نخمم بيان سور مازلت صغير انا راهو ناو في الحاجه راهو بالك شي افونتاج وان كونفينيون لي انا راني عمري 29 سنه عندي برنامج في التلفزه وانا الانيماتور نتاعو ما تبديت صغير برشا الى هنا صح رجع لك حاجه موش ان كونفينيون موش ان كونفينيون بديت تقولي 29 سنه وعندي برنامج في التلفزه اي انسان ينجم يعمل برنامج في التلفزه حتى عمره 20 سنه ولكن هل يكمل به الشيء ذاك ولا يقص انت لهنا يا بورتو تجربه كانت محترمه جدا في تونسنا نعرف ونعرف انا ولا نعرف الاسباب اصلا نعرفوا بعض فهمني رغم اني تجربه محترمه نعرفوا تجربه محترمه جدا علاش ما نعرفش علاش نحسك يوسف نحن نعرفوا بعض بلبل ونعرفوا المرشي وكومو سا سباس شو راهو وقت اللي تبدا ان جون وتحب تفرض روحك في الاعلام في تونس راهو تتكسر فاسيلمون سورتو كي تبدا مش وراء مثلا كان جاي وراي انا شركه كبيره تدز معايا وتقول هاي ذي الفلوس السحري البحري البرنامج طن في العام ما تنحلوش ليميسيون اي وقتها تنجم تفرض روحك وكل وين اخويا لساني ماضي معناتها كي حاجه ما تعجبنيش ولا حاجه تظهر لي درا كيفاش والمحتوى بيدو نتاع ليميسيون تاعي في التلفزه كان كريتيك معناتها كريتيك واناليز دونك معناتها تحب ولا تكره فما عبيد اقدم منك في الدومين فما عبيد راهو اقوى منك واللي تنجم تلعب كيما هي تحب وانا ذاك اللي هو وصل معناتها ذاك هو اللي وصل بس تقول لي راني انا ما عملت شغلات عملت برشا اغلاط عملت اغلاط نتاع بدايات عملت اغلاط نتاع طفل صغير هكا يجرب يعمل وكل شيء معناتها انا نوف راهو مش خاطر قدامه تو برشا مرات يعمل لي دي رمارك ولا يبعث لي ميساجات نحطهم في مخي معناتها وسيتي لو سول راهو باقي كله نخدم نوف العمر شي خدمت معاك لا 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 اما كي نقول لك محليك محليك على شيء معناتها عمر اللي خدمت معاه في برود والله وانا وبلال على حصتك في اي اف ام نشكروا فيها وذكرناك في برشا مرات معناتها محليك ويعطيك الصحه به فما معلومه غلطه قلناها إل نا با لا ناسيوناليتي الشيخ عنده ان تيتر دو سيجور حتى 2029 انيولي وقفوا له تيتر خاطر كونجوان دون فرونسيز حسب بي اف ام تي في
اللي قلدته بها في ام تي في دونك انه ما عندوش الناسيوناليتي عنده تيتر سيجور علاش خاطر كان جات ناسيوناليتي ما نجموش يطردوه صحيح القانون الدولي لا تيزي سعد يفك عليا سعد كي نحكيو سيريو اسكت شويه ريجونال حتى كيما تونسي ما تنجمش تطردني تونس صحيح. تونسي بلادي وين باش طردك انت تونسي تبعثك الفلبين طرد روحك بروحك نحكي لك على القانون ما هو في القانون وكيف ما صلحوك المعلومه هذه منين ما هو شنو جغرافي ما هي قانون قانون دولي معلومه قال لك راهو السيد هذا قريت قانون انجيري ليفانت قريت قانون قريت قانون قريت دولي يدير القانون قانون عود الساحه العالميه بصفه عامه وانت كيفاش تحكي على يوسف صحري بحري يظهر لي على الوقت اللي كنت فيه الدنيا توترت اكثر تبدلت بيان سور تبدلت برشا الحقيقه بحسها مسكره شويه الدنيا ليه والله ليه انا في المشرح حكيت مسكره ما نرجع لنفس الموضوع عبيد مش في بلايسها وكها وما لا اكثر لا اقل معناتها ما عادش فما ميد على فما ازمات ماديه برشا تعني في الساحه العالميه انا تو راه خاطر بليكشي في الانذر سايد كما يقولوا من الجهه الاخرى من جهه لي سبونسور من جهه الكومونيكاسيون من جهه الكل رانا في كي نحلوا لي زوديونس نتاع التلفز ونقراو راهو سي كاتاستروفيك معناتها انه التلفز التو لا فاقد انه راهو فما تغيير لازم يصير انت سمعتني مع هادي زعيم وقت حكيت كلام حكيها حتى حد قلت له رو انجح حصه تو 7% بيان سور 7% راني قبل كنت تجيب 20% زنازه اي تو انجح حصه قلت له رد بالك رو برامج قنوات الحوار من 7 ل 3% يا نوفر معناتها هذه القناه الاولى راهي الحوار ولات الرابعه ولا الخامسه تو راهو مسلسل نسمه شوف لي حل كذا وهذه ملف تو نحكي شوف فما حاجه راهو لازم مهمه نفهموها اللي راهو كي تجي سبونسور باش يحط فلوس في حصه تلفزيه راهو لازمو عنده دي غارونتي غارونتي اول حاجه ان العباد تتفرج توا كي تقول لي انت 7% بار دوديونس 7% بار دوديونس معناتها اش معناتها معناتها حصه عامله بينيتراسيون ب 200,000 واحد يتفرج فيها انت نمشي انا الواحد في الانستغرام يعمل ريلي يتفرج في 200,000 هذا كيفاش يخمم راهو سبونسور معناتها خم فسروها زاد ماتيماتيك لا لا تجيش فسرها ماتيماتيك مو خاطر ايش افسر لك علاش خاطر الفلوس ما عادش الاشهار ما عادش كيما قبل أنا بعد الكورونا عندي تفسير بعد الكورونا جوست كمل انا ممكن هذه وجهه نظري وتكون غلطه كيما تجي تكون صحيحه ولكن الكورونا ديجيتال خذ بلاصته مش ديجيتال خذ بلاصته لا مش ديجيتال بلي عندي تفسير نحب نشق عليكم نقول بالله خلينا نقول لا هذا اهم شو نقوله وانت احكي بعد ليست صحيحه نسب مشاهده اي بيان سور ليست صحيحه وترافيك على خاطرنا نسمع في حوارات ونشوف في حكايات حتى في برامج ما تعجبناش ومن بعد يقولوا شافوها 3% هذا كذب والناس اللي قاعده تحسب وتقوم بالاوديونس فما شركه ولا اثنين حرام عليهم حرام يحطموا مؤسسات عالميه باو يا نوفل معناتها هنا كي في ديوان معناتها الحصه كيما هذه ليه الراديو لحظه لا لا استنى ما تخسر 4% الراديو سي او لا وبصفه عامه اللي يعمل في الاوديونس وين يقيس والطريقه العلميه نتاع الاوديونس ها باش نقول لك وباش نحكي في دقيقه الطريقه العلميه نتاع الاوديونس ما يحب يعملها حد في تونس وليست مشكله امكانيات كي ما جاوش لي ديكودور وطايشوا في في, في البورت يا رحم والديك يا اخي ما يحب يعملها حد يا بلال ومازلنا زوز بنات يطلبوا بالتليفون على والكل يترفكوهم ريوسهم يعطيك حاجه باش ونعطيك معلومه مره انا واعوذ بالله من كلمه مره كلمو صحيت عملت ريبورتاج سري بكاميرا كاشي بطفلة خدمت معايا 3 أشهر قدمت مطلب لوكالة صبر أرى وخدمت معاهم وقعدت ونهارة اللي خرجت لبستها كاميرا كاشي وأثبت أنه 80% من النتائج وهمية وقلت لك عديه عمر أسمعني عمر من راسك تسألوا سؤال ولا اثنين والصفحات كل عمرهم 20 ورقة باش نعملهم لا 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 تسأل زوز 3 وعمر باقي من راسك هذا سجل وعندي في تسجيل انا ما يتعدى والله لا ما يتعداش علينا موش مع القناة وكذا احتراما اما هذا موجود لانه يجي تقول لي معناتها فما برامج يا صديقي يوسف كسروا الدنيا من بعد تجي تقول لي عامله 3% يتزعبنوا علينا شويه مع العلم انه كونسيبت البرامج تغير ولازم وكذا وكذا وعندنا قله امكانيات هذاك شنو نحب وين نوصل انا شو راهو التلفزه توا والاعلام معناتها المؤسسات الاعلاميه لازمها تفيق انه راهو اون ا بلو بزوان بالاودينس هذيك
راهو فما منين تجيب فلوس من بلايص اخرين. صحيح. اللي راهو راهو لي بلاتفورم عندنا حتى تلفزة عندها بلاتفورم راهو كيرث. صحيح. حتى تلفزة في تونس ما عندها بلاتفورم راهو معناتها ما سي حاجة تضحك. رانا في 2024 معناتها نهار اللي نفيقوا اللي لازم راهو دي بلاتفورم ولازم يكون فما ايكو سيستيم واحد اخر نتاع فلوس ندوروا به الفلوس في الاعلام وقتها ممكن تتحسن برشا. معنا حتى جريدة عندها سيت وتنجم تيليشارجي بي دي اف جريدة بطريقة محترمة. سيت ويب ربي سامحك كيفاش تقول لي بلاتفورم وهي تلزم ما عندهاش بلاتفورم واحنا 90% من التونسي يستعملوا في البي تي في. كارثة لا مش كارثة مش كارثة يا بليل نقصد مثلا ابليكاسيون تلي شارجيها والبرامج والدنيا اختي لا ما غير فلوس يعني تي اف ندخل لها ما غير فلوس ونتفرج في برامجها الكل تخدم بالادس يا بليل راهو اسمعني لحظه باش نعطي لك تكنيكمون كيفاش انت كي تحل بلاتفورم وتحط برامجك تولي الببليسيتي تحط لك بالادس ادس معناتها جوجل يولي تشري من عنده واحد يحط لك ويحط لك هو الببليسيتي وكيكا تربح الفلوس راهو لي بلاتفورم اللي يخدموا في رمضان راهو يربحوا كيكا فلوس معناتها بخلاف سامي عمل نتاع تجربه ما نجحتش مي راهو يربحوا الفلوس بالببليسيتي راهو فما اون اوتر فاسون باش تربح فلوس من الببليسيتي التجربه مو زاد المونتشين نتاعنا التجربه لازم راهو مسلسل في الجمعه مش مسلسل في العام ولا ايش نقول لك راني زاد انا كي باش نحب نعمل لابونمون في بلاتفورم كيما البلاتفورم الشهيره اللي في رمضان الناس كل تقريبا تحط فيها يعني فهمني ولا ما غير نذكروها زيد نقولوا شاهدين فيها الاف ملايين الاف الباتيير معناها انا كي باش نحط نتفرج لحظه اللي نتعب بليل وخلقوا توا توندونس اسمها مسلسل بعشر حلقات سيري بسبع حلقات ولينا احمد السقا مازال كي يعمل مسلسل عشر حلقات بخلاف مسلسل رمضان في التلفزه نرجعوا لهنا نرجعوا لهنا احنا في تونس حتى كي يعمل لا 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 بليل هبش نقول لك لا بليل هبش نقول لك ايش كان فلوس بليل هاني باش نقول لك لحظه يوسف بليل حتى في تونس كي نعملوا ابليكاسيون فيها مسلسل الفلوس اللي نربحوها نصرفوها يلزم الفلوس والبيب تعمل بيه مسلسل اخر مسلسل يلزم انتاج به واذا انت منتج باش تعمل ابليكاسيون حط 10 مليارات تو دخل 20 كان جاب 10 مليارات ما يحلش تلفزه راهو بشي صرف يا نوفل انا قلتها بحذيك لهني قلت راهو اللي برشا عبيد حلت ديزابليكاسيون منهم صديقنا سيم الفهري الى اي تي مال كونسي الاكثر لا اقل قالوا له حل ابليكاسيون حل ابليكاسيون عمل منصه معناتها اما راهو ما الى اي تي مال كونسي الحقيقه ماهوش وقتها في الوقت هذاك ماهيش وقتها ما عندوش بلان والله انا بلان باش يمشي فيه يوسف اجي نقول لك شنو نقول انا نقول مشكله تونس 10 مليون 12 مليون كهو هذه مشكله كبيره برشا ديجا ماهيش مشكله لحظه بوبيلاسيون ديجا كبيره صغيره برشا دونك عندك الاشكاليه في انه عرفت هي خبزه جات وخدك وترك عليها البنيه بطريقه هستيريه فهمني ولا فما شكون مستعد يخسر هو يخسر والمهم يخسر معها الناس الكل الاخرين ستيل فهمني تدخل تعرف تدخل في ارشي وتدخل في حكايه تحت الطاوله خذ انت البار هذيك اعطيني 20% والجو هذاك اللي علينا فيه هذاك اللي الناس اللي تخدم بالدومين تتفق معاك نعطيك حاجه اخرى لا لا بليل نكمل فكرتي تفضل تفضل انا شو نقول يا يوسف سامحونا يا كارتينيكم خاطر نحكي على حاجه مودرن في مصر نتفرجوا في فيديو في مصر مثلا في مصر ناخذوا مصر اللي هي قريبة لنا معناها مصر اللي هي معمل كامل معناها مش قريبة لنا نقصد في نقصد قريبة لنا في المساحة السماء على الأرض بعد المسلسل في مصر في قداش عدى من تلفزة في برشا تلاحظ وياخذوا برشا منصات صحيت وياخذوا منصات دونك أنت لهنا وش يعملوا التلفز مش كل تلفزة تعدي في وقت كل واحد ياخذ وقت كل واحد يشري وقت كل واحد يشري وقت كل واحد يحط البيب نتاعو دونك لهنا شو يصير الفاز الناس كل تشيخ ما كومبرا عندنا 300 تلف زي بليل والاشهار حتى نحن بليل ما عندناش فلوس على خاطر والاشهار يقدم بطريقه اخرى كما في فرنسا كما في مصر راهو بكشي تخايد انت عدي لي في البرايم لا مثلا تجي ماركه تمد 300 الف يورو نحكي رقم وانت تعديها في الشانات في البرامج كله تتقسم احنا ليه في رمضان التسعة ودرج ما عادش فما اشهار اعتباطية نتذكروا كلنا اللي قدمنا برامج في السهرية في رمضان في كل القنوات صفر اشهار علاش لا تسعة يوفا البيب ما تسعة يوفا البيب والله مش انا نتفرج ساعات في كسيري في تيفا نص الليل ونص ما ساعة وبيب تخلص وكذا نسألك سؤال نوفل انت كجيت مولا شركة انت كجيت مولا شركة وباش تعمل اشهار يقلقك انت ترى يقلقك انت ترى البيبيستي بتاعك التسعة والعشر والحديش ونص الليل وما ديسان وما ساعتين لا بالعكس شيخ ايه مش هم السبب خور فما هذوكم
اكل الجماعه عاش علينا لا علينا فيهم. شوف راو راو كي باش نقارنوا مع فرنسا ودول اخرين في البوبرا والسناريانا فوار بيننا احنا ديجا في تونس ما نعرفوش نبيعوا بيبليسيتي اي نقارنوا في مصر ما نعرفوش الشهر نتاعنا اغلى من مصر اي اي ما نعرفوش نبيعوا بيبليسيتي هما كل شيء فما راو سوم نتاع بيبليسيتي 8 نتاع الليل وفما سوم نتاع بيبليسيتي نص الليل نحن يحب يبيع لك بنفس السوم في نفس الوقت راو هذه هو المشكل نهار اللي تلفز تفيق على رويحك والله فما حاجه وتقول راو باش نحل اللعب سنه لحظه خاطر شو المشكل لو في القال حاجه راهي مهمه على الاخر العباد تربح 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 فلوس ما تنفستيش واضح ولا انا كي نربح فلوس من البوب علاش ما نعملش دوزيام بارتي سواري لحظه وعلاش ما نعملش دوزيام برايم تايم علاش مش قبل وعلاش مش باتينال ومن الانترنت نعطيك فازا اللي يربحوه تلفزنا الكل من الانترنت يمشي في الجيوب ما يدخلش للتلفزه تلفز كل يربحوا برشا فلوس راه مليارات يربحوا من الانترنت راه ما ينفستيش ياخذوهم هما ويصرفوهم هما ويصرفوا كذا من بعد نهار الكل يبكيو ما عندناش فلوس ما يحاولش يقدم يا ولدي كل تلفزه راهي تنجم تعيش ترى مازلنا اربع دقائق باش نسالك في ساعه على تجربتك في الجيل الجاي عندي هكا مديده ما عادش نشوفك معني الجيل الجاي كانت تجربه بيه والله يفوت نتاع وقت نورس ما عادش عندي وقت باش نمشي نصور الحقيقه باش نعطيك اسامي يوتيوبرات وانت تقول لي مراسكي يلزم يقص عليه الكونيكسيون والا معلم نبداو مراسكي معلم يقص عليه الكونيكسيون باهي نبداو ببلقيس الكسوري بيكي معلم بيكي باهي احمد الريابي تحفون احمد ما عندي برشا ما ريتوش اي عنده برشا يقص عليه مراسكي معلم يقص عليه باش نقول معلم الكلهم اصحابي مش كل لا اعطي بالواقع باش تكون على الاقل اعلامي محايد مش انت نتاع واقعيه وصراحه برشا في تيك توك مراسكين هاني جايتك سامي شافعي سامي معلم كبير سامي سامي دريدي باهي سامي اما بدل معلم ما مشي اكثر تلفزه امين الامام أمين الإمام كيف كيف والله تعرف نوف نقف على أمين الإمام ولا لا قلوا سعد زيدين لا ولا لا خلني نقف على أمين الإمام أمين الإمام كما نقولوا نحن أن بوتنسييل ضاع بيردو على خاطر ممكن ما نجمش يشد أكثر معناتها في لي ريزو سوسيو أن بوتنسييل بيردو راه هو هشام هو هشام قدوش قبل هو هشام قدوش قبل كانوا يعملوا في ماتير مزيانة برشا ممكن زاد دخولهم للتلفزة مهم شو شوي ممكن وفريقهم هو قال أمين الإمام عمل تصريح قال ضعت في عمل 8 سنين وضعت يلا اسمع ضيع التلفزة وكان متخليش صحيح يا السعدي راه ما كانش واضح يلا سيف أور سوجي سيف أور سوجي طيارة برشا غير ما عادش تشوفوا فيه ما تعطيني في عبيد طيارة راه سلام مسيو باهي سلام مسيو مبعد شوي على راه مشينا الأسئلة اللي بعد ما عندكش أسئلة بعد تعطينا سوس المصمودي لا فما سؤال آخر ولا ضحى العربي هذوما الاسامي تيك توك ما تاقلمتش معاه الحق نتاع ربي وما نتفرجش فيهم نسمع بهم يجيو في التلفزه وياخذوا في 20 مليون في الساعه شو نسمي لك دي انستغرامر ودي انستغراموز وقل لي بياع والا صانع محتوى واضح فاطمه بوعون صانعة محتوى مريم الدباخ بيع مريم صديقتي اما ما فهميش صناعة محتوى انفلونسوز لينا توم لينا التومي لينا اي ليه باهي لينا بياع ولا صناعه محتوى معناتها عندها الكاسكيت انفلونسوز تبيع وعندها كاسكيت تاع كرياتريس دو كونتوني امنا صدفي امنا صدفي معناتها اللي تعمل فيه راهو ما ينجم يعملوا حد في تونس الحقيقه هذيك اش 24 تصور رايكي صناعه محتوى صناعه محتوى خاطر كل يوم تصور وكل يوم فما ماتير ليدي سمارة والله ما انتبهش الحقيقه حماس ستوريز حماس ستوريز بياع اما صناعه محتوى فرد وقت ما اسمع ترش ما انت بياع ماهيش خايبه راهو كلمه ماهيش خايبه بياع معناتها نهار اللي تجيه ماركه وتقول له راهو هذيا بوب لازمك تعمل هذي لازمك تبيع لي راهو حما ستوريز راهو مره حط كرتابه عملت فول ستوك في في دقيقه معناتها فهمت يعرف يبيع فوالا حما ستوري مقطع ضحك ان انت يضحكي يعجبني على الاخر ويصنع من لا شيء يصنع لك حكايه وهاني طيب وكذا يلا في سامي زيد دقيقه استغربت علاش اللي ولات سكتتهم يعني احتراما احتراما مش سكتهم هما ما لقاو حتى كلمه يقولوا ولا كل مره نطيش لا باش نسالهم سؤال محرج فاش في الانستغرام عندي قداش برشا عندي قداش عندك 6500 يعني ما تقدرش تخدم باش نخدم عليهم 6500 صب عليهم من 5900 فيك باهي يلا يعطيك صحة عايش صاحبي بحري شكرا ليك بون كوراج عايش سيتي ان بليزير ان شاء الله نشوفك في حاجة قريبة بعد شوية مدام سامح مفتاح على مسؤوليتك ثم 60 دقيقة هدى الورغمي
نايت كلوب محانت القلق. يلا شكرا رحمة بلدي زعبار مخرجنا وحسن يحيى، يعطيكم الصحة، شكرا لكم، بويكاند.